إلى كربلاء الآن، وشاهدوا الطالبات كيف يتجهن إلى مقاعد الدراسة. عظيمة هذه الحكومة التي تريد الحكم مجدداً. تعرفون لماذا يريد العبادي السلطة ومن حوله؟ حتى يعيش أبناؤكم المشاهد القادمة بشكل دائم. شاهدوا هذه المشاهد التي سيتعرض لها أبناؤكم مجدداً في حال عاد أولئك للأسف للسيطرة على العراق. لحظة، وقت انتهاء الدوام مدرسة سامر الابتدائية. لاحظ طلاب بالطين جاي يدرس، اطلب العلم ولو كان في الطين. هذا الطين مال حي سامر، شارع طوله ما يتجاوز 80 متر، ماكو مسؤول يقدر يجي يذب سبيس او يقص الشارع يسوي له تبليط. حي عمره ما يقارب 35 سنة، ما بي اي خدمات، اي خدمات ما بي. كهرباء دائما محولات الطق، مي الإسالة ضعيف، وهاي الشوارع مجاري. طبعا هاي منتهي من عندها، اي مجاري ماكو. لو اكو مجاري كان هاي البحيرات ما تظل. هاي امام احد روضات العتبة العباسية، باع هاي الطفلة، باع هاي الطفلة بالطين. انا لله وانا اليه راجعون.